السلام عليكم. سبحان الله، بدأنا في أول رمضان مع أول مقدار لحفظ سورة البقرة، واليوم وصلنا إلى آخر مقدار لحفظ البقرة. هذه آخر وجهين من سورة البقرة، وهنا أطول آية في القرآن الكريم، آية الدين. أول أمر لافت أن أطول آية في القرآن الكريم لم يكن موضوعها متعلقا بحقوق الله كالصلاة والصيام والحج، وإنما حقوق العباد. نعم، حقوق العباد، هذه الآية مضمونها المعاملات، فهي تنظم شؤون الدين والعقود والبيع والشراء بين الناس. آية الدين في سورة البقرة فيها معجزات تشريعية احتوت على قوانين وأنظمة تنظم المعاملات بين الناس. العالم الغربي المعاصر ما كتب قوانين وتشريعات المعاملات إلا مؤخرا، من 200 سنة فقط، ونحن من أكثر من 1400 سنة. أيها الأحبة، آية الدين في سورة البقرة فيها إعجاز، آية واحدة جمعت أكثر من نظام في موضوع المعاملات. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا نظام التوثيق، وليكتب منكم كاتب بالعدل، هذا نظام الكاتب بالعدل، فليملي وليه بالعدل، هذا نظام الولي والوكالة، واستشهدوا شهيدين، هذا نظام الشهود، إلا أن تكون تجارة حاضرة، هذا نظام التجارة الحاضرة، وهنا فرهان مقبوضة، هذا نظام الرهن، ولا يضار كاتب ولا شهيد، هذا نظام حماية الشهود. يا الله، شوفوا شلون سبقنا العالم. وهناك أنظمة وقوانين وتشريعات أخرى في هذه الآية، لكني ذكرت الأمور على وجه الاختصار. سورة البقرة سورة عظيمة، كل آية فيها عظيمة، عندما تصل إلى آخر آية يعجز اللسان عن وصفها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مع ختام سورة البقرة أهنئ كل من حفظ معي سورة البقرة، هنيئا لكم، والله الله بالمراجعة.